السلام عليكم الإخوان، حياكم الله. معكم أخ ديركم علي باريش. دائما فيما يخص قضية الصحراء المغربية اللي هي قضية مقدسة عند الشعب المغربي العظيم. أولا إخوان نستسمح منكم لأنكم غتسمعوا شوية ضجيج. أنا جالس في القهوة وهذا يعني موضوع عاجل مستعجل. عموما الإخوان، هذه واحد السيدة صحراوية تسكن في مخيمة تيندو، وغنسمعوها تتكلم إن شاء الله في هذه الصوتيات اللي غنسمع لكم في هذا الفيديو. هذا الصحراوية كتحكي وكتشكي وكتطالب الجميع اللي كيعرف شي جمعية ولا شي منظمة يعاونها. هذه عندها ولدها خلاقة في 2008، تزاد في 2008، وفي 2019 مشى ما يسمى عطل السلام، واحد الرحلات كتداعي البوليزاريو لان اطفال مخيمه تيندو يمشيو هجره ولا رحله صيفيه لاسبانيا ويرجعوا، ولكن ولدها ما رجعش، ولدها ما رجعوش ليها. فتوجهت عند قيادة البوليزاريو، عند مؤسسة البوليزاريو، استفسرات منهم، قالت لهم كيفاش انا ولدي ما رجعش، انا قلت وياه شهرين وغيرجع وما رجعش. قالوا لها شوفي راه ولدك مريض وغيدير عملية جراحية ويتشافوا ونرجعوا لك، وقع علينا هذا الوثائق. قالوا له وقع هذه الوثائق، فوقعت الوثائق على اساس ان ولدها، تيقت على ان ولدها مريض غيتعالج ورجع. دوز عام ما رجعش، ولدها عطاته بالمناسبه احمد لبوات. هذا ولد احمد لبوات مسؤول ممثل البوليزاريو في احد مناطق اسبانيا، هو اللي تكلف بولدها، هو اللي اتصل بها كاع، قال له ولدك غيرجع، فما رجعش. فبدات كتصل به، داز العام الاول ما جاش، داز العام الثاني ما جاش، من 2019 لحد اللحظه مرت 5 سنين، ما رجعش ولدها. ما رجعش نهائيا، بداو كيراوغوا من هنا ومن هنا، مره كورونا، مره، ما رجعش ولدها نهائيا. فشنو كتكتشف؟ كتكتشف على انه جاو عنده وحدين وعطاو بعض المعلومات، ولدها بدلوا ليه السميه. ذاك الاسم العربي الحساني ما بقاش. وغيروا لي الاسم، عاد اسم نصراني، وعاد يقرا الديانه المسيحيه وتحول طفل مسيحي نصراني. فتخيلوا هذه البشاعه اللي متورطه في البوليزاريو، كتبيع وتتاجر في الاطفال الصغار ابناء مخيمه تيندو، رغم عن باتهم وعائلتهم البيولوجيه في مخيمه تيندو. حاله غنسمعوها كتحتاج دعم انسانيا، واللي عنده شي منظمه ولا شي جمعيه يقد ينخرط في هذه المبادره يتصل بي، يعطيه رقم الام ورقم العائله، يتصل بهم مباشره باش يوصل هذه القضيه لمجالس حقوق الانسان والامم المتحده. وهذا دور المغرب، هذا دور المغرب، حتى الصحراويين يحاولوا يتناسب مع المغرب. خلي على انك واحد تاب البوليزاريو الاستقلال كذا، ضرب هذاك الشعار الحائط، ما هو انساني حاليا. حياكم الله وحيا الشعب المغربي العظيم. السلام عليكم ومرحبا وسهلا، معاكم خالد جيتسو من تيسال المول ديريمين من دائرة الدشير ولاية العيون. نطالب الصحراويين اللي هون، ونطالب بالصحراويين اللي في الجالية الإسبانية يقوموا معايا أيد واحدة. الله يجازيكم ويحسن عليكم. أنا ولدي يمشي خلاق 2008 ومشي شهر نصارى 2019 في جولة السلام وقاس كاستيا اليوم، ومنين قاس كاستيا اليوم سميتيني انت الفرعية والممثل في ذاك الزمن. ومحمد لبات وقال لي هذا الطفل مريض وعنده فترة علاجية، وفرض انك تقيسي الشباب بالرياضة تصني عندهم مرقة، ولدك ليه يقعد بها مريض ليه يقعد فترة العلاج. وقيمت شهر رابوني، ومنين جيت اعطاوني ذيك الورقة وقالوا لي عندك الورقة عنها لا فترة علاجية وعن ولدي لهيش، وسنيتها ومنين سنيتها منين وفات ذيك الفترة اللي كانوا عاطيني مدة عام. جيت راجع لهم وقلت لهم المدة وفات ولدي ندرويجي. قالوا لي عنك دريك جات كورونا ولا تلقى حد يقد يقضي ولا يمشي لين توفى كورونا. وقيمت عنهم، ومنين انفتحت الطريق جيت راجع لهم وجيت فم وجبرت الطفل اللي قالوا فكوا هذا حق ماريو يفكوا. وقلت لك عني ولدي كان باقي، قلت لي حق بعد هذا راعه عندنا باقي وفات فترة علاجه. قال حين تلف من محمد واللبات وتلف المحمد واللبات، وقال له وبر ذاك اللي يشير فترة علاجه فات وليه يقض
وتسمت لي قضيك الى الليله والليله قريب ولا قعدت، وتسميت نسلفن عليك يا ولد ربات، مره ترفد عني وتقول لي هي هو مره ما الف مره ما ترفد عني، وجيت هون وتلقيت لك وجيتك وتميت لود لك، مره لود لك في 27 ومره لود لك في الدشره، ولا خليت حد من اهلك كاني ما جيت نوجهه عليك بك ما ترفد علي من عند البشير، ارفد بيه كامل جيت، وعقبت لا جيتني وقلت لي انا مسافر الليله غير تهناي ولدك ليه يجيك. بعد ذيك الكلمه باربع اشهر مجيك للمعتمر التاري اللي خلق في ولايه الداخله، اللي خلق في ولايه الداخله، قلت لي ولدك تميت قاعده انت فهمت علي، وقلت لي ولدك راني جاي الليله دي وراه جاي معايا، وخلق لي شي من الفرحه ما قطع انقاس، وتلقيت لك في المطار ومنين عاد له 11 قال 10 دقائق رفدت في التليفون في الواتساب وقلت لي هذيك فلانه، قلت لك راني في المطار، قلت لي ولدك الطياره بقاو دون 10 دقائق وولدك مات لي جاي معايا، بيه قالوا مصارع عنه هرب عليهم، قلت لك يا ولدي رباه ترجع من منين كنت فم واقف، ارجع من منين جيت وجيب الشرطه وجيب لي ولدي، قلت لي الطياره اللي تطير والوقت مات لا خالق وراي نين يوم في المعتمر ونرجع، وجيت وحضرت للمعتمر وجيتني وجي ما قستك ومنين جيتك، قلت لي ولدك لا يجيك ضريك الشهر ذا الشهر اثنين ذا اللي في الوجه لا يجيك، هذا راهو المعتمر اللي خلق في ولايه الداخله التالي، ولات ليت قاعد ترفد علي، وقيمت قايس الشباب بالرياضة وجيتهم وجبت لهم الاوراق اللي قطع طاولي وسنيت لا عن طريق الجبه، وانا ولدي ماشي لا مواطنه صحراويه وماشي عن طريق اهل الصحراء، وقيمت قايس الرايس ودخلت عليه ورديت عليه الاخبار، ومنين رديت عليه الاخبار الرايس عيط لذاك اللي قال له السيد احمد سيدي، ومنين عيط لذاك اللي قال له سيدي سمع الاخبار كامله إلى عاد تحرك، أنا بعد ما جاتني أي نقطة عن ولدي، ولدي ما نتكلم معاه، نصارى قاطعين مني ما يتكلم معايا، ولا تلفنت عليهم ما يرفدوا عليا، وفهمت سميت نحرك ونطلب ونحرك، إلين عقب قامت صاحبة الجمعية اللي نقالها كارمي اللي في كاستيا اليوم، ودفعت معايا، قامت فاعلة خير صحراوية يلي جازيها بالإحسان، راهي فاو سرد، ودفعت معايا ووقفت معايا وسهداتني على ذيك النصرانية. وعقب ذيك النصرانية دفعت ملف للمحكمة ولها ضريك 7 أشهر 7 أشهر دافع ذاك الملف، راني تكلمت مع الممثل الجديد وقلت هالو، وقال عن راي ذيك النصرانية دافع بذيك الأخبار، ودفعت وضريك كيف اني الصحراوي تكلمت معاها، قالت لي عن ولدي عنه عادي يقرأ الديانة الديانة تنصارى عادي يقراها يا خوتي ذا المسلم اللي الشير اللي باقي له عام عن يبلع، راهو عاد قالوا عنه يقراها في غاليسيا، واليوم راني طالبه منكم يا الصحراويين والصحراويات اللي قد يطلب لي مولانا يرد لي وليدي، وقالت لي قالت كارمي عنه يقرا باسمه غار الكنيه ما هي كنيتي قارعينها ودايرين كنيه النصارى عنه متبنيينه، وعنها جات وقدمت شكوى ثانيه ابذا لصاحبه المحكمه غير عنها، تمت قاعده نهار كامل من بكري الى الاربعة قبل نهار ما استقبلتها قاع صاحبه المحكمه، ولا قامت معاها القاضيه ولا وقفت معاها ولا عطات معاها اي 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 اضعف شيء، انها تقعد لا تخرصها وتقول لها راني نعدل في ذا، ما عدلت معاها والطفل يا خوتي باقي له لا عام، راني مناش جتك من الصحراويه اللي قد يدعي لي، واللي يعرف جمعيه يروح في هذو الجروبوات، وراني في دايره الدشيره وفي حي ثلاثه ولا خالق حد ما يعرفني، وراني قوموا معايا ما عندي شي، ما انتم مولانا كان مولانا يرد لي بوليدي، وحسبي الله ونعم الوكيل وفي ولد ربات وفي اللي معاه، يا الناس لا يعد رسلي انا اليوم ليت عد الوحده ثانيه الصبح يعود ولده فيه الخبيث، ولا ينقال لك عنه مريض ومتسالي ينقلع منك ولدك، ويعود يقرا الكيان الديانه والله ايش ينقالها، قوموا معايا ولا راهي حسبي الله ونعم الوكيل في البلاد اللي فيه، راني قالت ماني خايفه منك ولاني طامعه، وراني شوف لا سمعت لرجالي ما راني شوف ليلتك ذيك اللي قلت لي عن ولدي جاي ولجا، الشباب كان سكناها شوف اللي قفلوا عليها الرجال والعليات اللي يعرفوا القاضيه ويعرفوا الصحقه وجهال الصحراء مال كانوا متلقين لك يتعود بينك التهومه في البلاد اللي فيه سمعوه، لو راني ماني خايفه ولاني طامعه، وراني في دايره الدشيره قاعد.